محافظ صلاح الدين يستقبل رئيس الوزراء في تكريت ويؤكد على إنصاف ضحايا مجزرة سبايكر. الكاظمي يثمن دور عشائر صلاح الدين في مواجهة الإرهاب والحفاظ على السلم الأهلي ويحمل المجرمين مسؤولية مجزرة سبايكر. الكاظمي يفتتح محطة سامراء الكهربائية ويؤكد أن المراقد الدينية خيمة لكل العراقيين. استياء في صلاح الدين من قطع الكهرباء عن المواطنين بسبب تراكم الديون. والانتخابات بين مطرقتي الاستبعاد وقبول طعون المرشحين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. استقبل محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لدى وصوله إلى مدينة تكريت، وتغنت مجموعة من الأطفال مرحبة بقدوم الكاظمي، فيما ألقيت قصائد أكدت وحدة العراقيين ووقوفهم سدا منيعا ضد الإرهاب والتطرف، وحيى الكاظمي المستقبلين مشيدا بحفاوة الاستقبال وحالة الاستقرار الأمني والمجتمعي في تكريت وجميع أقضية صلاح الدين. وزار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برفقة محافظ صلاح الدين موقع جريمة سبايكر وقرأ سورة الفاتحة على أرواح الشهداء، وقال أنه سيتم تحويل هذا المكان لمشروع ومتحف للذاكرة يمجد ويخلد تضحية العراقيين ويؤكد تلاحمهم. وأضاف أن الدماء البريئة التي سقطت هنا أيقظت الوجدان العراقي عند كل أطياف الشعب وكانت دافعا لإنجاز النصر الكبير الذي حققه العراقيون أمام أعتى قوة إرهابية وعززت الهوية الوطنية العراقية ووحدت العراقيين جميعا. وأكد الكاظمي أن الفساد وسوء الإدارة والسياسات الخاطئة هي أسباب هذه المآسي. وقدم محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل شرحا مفصلا عن طبيعة التحديات وخطوات الانتقال لمرحلة البناء الحقيقي وإنهاء عبء المشاريع المتلكئة لتقديم خدمات تليق بمستوى التضحيات التي قدمها الأهالي لاستعادة الاستقرار وحماية وحدة الصف. وأكد الكاظمي في اجتماعات مع عشائر صلاح الدين والملكات الإدارية بحضور وزير الدفاع أن عشائر صلاح الدين قاموا بدور عظيم في دحر الإرهاب وتعزيز الهوية الجامعة للعراقيين، داعيا جميع المؤسسات في المحافظة إلى إنهاء ملف المشاريع المتلكئة وتكثيف النشاطات وتسهيل الإجراءات كي يشعر المواطن بالتحسن الملموس وينمو التفاؤل بين الجميع.
افتتح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي محطة كهرباء سامراء بمشاركة وزراء ومحافظ صلاح الدين، موضحا أن المحطة سترفد شبكة الإنتاج الوطنية بحدود 1260 ميجاوات من الكهرباء، وترفد مناطق شمال محافظة بغداد ومحافظة صلاح الدين بالمزيد من إنتاج الطاقة الكهربائية. وأكد الكاظمي العمل بكل جد على إضافة المرحلة الثالثة لتطوير المحطة ضمن الاتفاقية الصينية، وبما يؤمن مصادر طاقة إضافية تزيد من ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء. وأدى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي واجب الزيارة لمرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام، مؤكدا أن المزارات أماكن مقدسة تجمع العراقيين تحت مظلة واحدة عنوانها المحبة والإنسانية، فيما أشاد الكاظمي بدور عشائر سامراء في مواجهة الإرهاب والحفاظ على التماسك الاجتماعي. ورافق رئيس الوزراء في هذه الزيارة والجولة في سامراء محافظ صلاح الدين وعدد من الوزراء والمسؤولين العسكريين ومدنيين ووجهاء. شدد شيوخ ووجهاء عشائر محافظة صلاح الدين وتكريت رفضهم محاولات إعادة الأوضاع إلى المربع الأول، مؤكدين أن وازعهم الديني والعشائري جعلهم يمدون يد العون لمنتسبي سبايكر وإنقاذهم من بطش داعش الذي لم يفرق بين طائفة وأخرى، مشيرين إلى أنهم استقبلوا الكثير من شيوخ عشائر الجنوب الذين أثنوا على وقفتهم البطولية في إنقاذ أبنائهم. نعزي أخواننا في الجنوب ونقول لهم شهداءكم شهداءنا، وأي شخص يروح هو من الجنوب أو من الشمال هو كل عشائرنا فقدته، وإحنا في تكريت وفي المحزم وفي، يعني أتكلم لك عن جنوب وشمال تكريت، وأنا أتكلم لك خصوصا عن المحزم، إحنا جتنا ناس عزل بالمئات، هذا عراقي جايني، أنا علي القيام باستقبال وإقامة ضيافة سريعة، وكانوا كلهم قاصدين العلم، وإحنا في صدد عقد مؤتمر بين أهالي المحزم وأهالي المحزم والمنطقة والعلم وكل المناطق المحيطة بتكريت، أنه نشهد وأكو ناس شهود عيان، وهسه إحنا نحتفظ بعناوين وأرقام هواتف وناس جو من العشائر الجنوب شكرونا على موقفنا بإنقاذ أبنائهم. هذا الموضوع في هذا الوقت هو يراد فيه فتنة ودفع الأمور إلى المربع الأول وإذكاء الفتنة الطائفية، نحن ضد أي مشروع يثير الفتنة الطائفية في البلد، وأقول لإخواننا في الجنوب أن أهلكم في تكريت وفي جميع مناطق تكريت أنه إحنا أبرياء أبرياء من دم أبنائهم، لأن جاءتنا هجمة بربرية وغزو سيطرت علينا عصابات احنا ما نعرف هذا منو، واحنا نقول احنا اي واحد اشترك اكو قانون يحاسبه، اي واحد ان شاء الله اخويا او ابني ان شاء الله، زين احنا القانون اولا والدوله اولا، اما قطع طريق او يعني تلفظ بكلمات ضد مدينه او محافظه هذا الشيء بصراحه احنا مو وياه ونرفضه. طيله السبع سنوات التي مضت صلاح الدين وشعب صلاح الدين ومدينة تكريت وأهالي تكريت هم يستنكرون هذا العمل الجبان، وهم متعاطفين ومع عوائل ضحايا جريمة سبايكر، وإدارة المحافظة وإدارات المحافظة المتعاقبة هي أيضا هي جزء من أهالي صلاح الدين، وبالتالي احنا نرفض هذا الحقيقة العمل التي قامت به يعني المجامع الإرهابية التي دخلت مدينة تكريت وصلاح الدين في عام 2014، لم تفرق بين عشيرة أو بين قبيلة، بل هي قتلت، يعني كان القتل حقيقة متوزع على كل العشائر الموجودة في صلاح الدين، وكما أسلفوا شيوخنا الأجلاء مواقف أهالي صلاح الدين وتكريت والعلم من إنقاذ عدد كبير من ضحايا أو من ناجين من هذه المجزرة، وكانت لهم شواهد ومسجلة ومثبتة في حتى لدى العوائل الناجين، بالتالي نحن نرفض أن تلصق هذه الجريمة على عشائر صلاح الدين. رفض النائب رعد الدهلكي تسييس جريمة سبايكر لتحقيق مكاسب سياسية،
مؤكدا عبر تصريح لقناة صلاح الدين أن من قام بهذه الجريمة ثلة إرهابية لا تنتمي لطائفة أو عشيرة، مطالبا الحكومة الإسراع في إنصاف أسر الشهداء. في بداية الأمر نعزي أنفسنا ونعزي العراقيين وذو شهداء سبايكر بهذا المصاب الجلل وهذا الجرح العميق الذي أصاب قلب كل العراقيين الشرفاء. بنفس الوقت نرفض رفض قاطع بأن يكون هناك من يصطاد بالماء العكر ويعمل على تسييس هذه الجريمة النكراء التي قام بها مجرمين لا يحسبون على مذهب ولا يحسبون على محافظة ولا يحسبون على قومية ولا حتى على عشيرة. هؤلاء مجرمين قتلة يجب محاسبتهم، لذلك نرفض أن تسيس هذه القضية وأن تكون سبب في تحقيق مصالح سياسية ضيقة على حساب دماء عراقية زكية. ومن هذا المنطلق نطالب القادة العام للقوات المسلحة والحكومة بأن تنصف ذوي الشهداء والكشف عن مصير المغيبين والعمل على تعويضهم بما يناسبهم، رغم أنه الحياة لا تعوض ولا يوجد هناك قيمة، لكن هذه الشهادة يجب أن تكون منصفة لذويهم، لأن ذويهم أذاقوا الأمرين أولا شباب بعمر الورود تقع عليهم جريمة نكراء من هذا النوع، وبنفس الوقت فات عليهم زمن طويل ولم يحققوا أو لم يجبر خاطرهم في تعويضات مناسبة لما أصابوه من ضرر. أكد السياسي محمد توفيق علاوي أن من يبعد التهمة عن داعش في جريمة سبايكر إنما يحقق أهداف أجندات دولية لزرع الفتنة وإشعالها حربا أهلية في العراق وتشكيل حكومة طوارئ، وأشار إلى أن هذا العام تميز في تغيير لغة الخطاب، وقال أنها المرة الأولى التي يحاول الكثير من الكتاب بشكل متعمد أو غير متعمد تبرئة ساحة داعش من هذه الجريمة النكراء وإلصاقها بالعشائر التكريتية، منوها إلى أنه لم يتم الاكتفاء بها هذا الأمر بل تزامن ذلك مع أحداث عدة، منها دفع بعض أقرباء شهداء سبايكر لقطع الطرق والاعتداء على أهالي صلاح الدين. وذكر علاوي بأم قصي من العلم في تكريت التي آوت وأنقذت الكثير من الجنود أثناء المجزرة، مشددا على أن هذه المرأة تمثل العشائر التكريتية الأصيلة. ضمن متابعة محافظ صلاح الدين الميدانية للقطاع الصحي، تم تنفيذ توجيهه بتجهيز مستشفى بلد العام بمولدي كهرباء ذات قدرة إنتاجية عالية، الأمر الذي سيسهم في زيادة إمكانية المستشفى على تقديم الخدمات الطبية للمراجعين. الزميل عبد الجبار مهدي والتقرير التالي. ضمن الزيارات الميدانية لمحافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر خليل لقطاع الصحة وضمن زيارته لمستشفى بلد العام للاطلاع ميدانيا على الخدمة الصحية والطبية المقدمة للمراجعين. من ضمن الدعم المتواصل من محافظة صلاح الدين للمؤسسات الخدمية ضمن نطاق المحافظة، الحقيقة تشرفنا بزيارة للسيد محافظ صلاح الدين المحترم برفقة السيد قائم مقام بلد إلى مستشفى بلد العام. الزيارة كانت للاطلاع على الواقع الخدمي في المؤسسة وتقديم مستشفانا للخدمات العلاجية للمواطنين الكرام. الحقيقة كذلك تم حل إحدى مشاكل الراهنة في مستشفانا، وهي مسألة تجهيز الكهرباء وتوفير تم توفير مولدة لمستشفى بلد، مولدة 500 كي في، كذلك سيتم تجهيز مولدة ثانية من قبل محافظة صلاح الدين هم بقدرة 500 كي في إلى مستشفى بلد العام. الحقيقة هذه راح تسهم بشكل فاعل في زيادة كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة إلى مواطنين الكرام ضمن قاطع المسؤولية لمستشفى بلد العام. الكوادر الطبية والإدارية لمستشفى بلد العام ثمنوا جهود المحافظ على زيارته التفقدية التي تصب في مصلحة المواطن البلداوي وتذليل كافة الصعاب من أجل النهوض بالواقع الصحي خدمة للصالح العام. طبعا كانت هناك معوقات كثيرة في مستشفى بلد العام بخصوص الإنارة والكهرباء والمولدات في مستشفى بلد العام، ف
فبعد المناشدات وتواصل السيد مدير مستشفى بلد العام المحترم الدكتور حسين حبيب مع السادة المسؤولين والمدير العام دار الصحة صلاح الدين المحترم وكذلك السيد المحافظ والحكومة المحلية، السيد المحافظ زارنا الحمد لله وأوعز الدوائر الفنية اللي بالمحافظة لتخصيص مولد سعد 500 كي في لمستشفى بلد العام، والحمد لله وصل المولد البارحة وبدأت الربط على المولدات في مستشفى بلد العام، والحمد لله شكرا تلعب مستشفيات الكهرباء والإنارة الجيدة بالمستشفى إن شاء الله. ولا أخفى على الجميع أنه المؤسسات الصحية بالذات تحتاج إلى طاقة كهربائية مستمرة. كانت سابقا مستشفى بلد العام تعتمد على خط الطوارئ، ولكن ارتفاع درجات الحرارة الغير متوقع في محافظة صلاح الدين والعراق بشكل كامل حجم وقلل من كمية التغذية لخط الطوارئ ومستشفى بلد العام، بالتالي من خلال زيارة السيد محافظ صلاح الدين مشكورا وبالتنسيق مع دائرة الصحة صلاح الدين ومقامية قضاء بلد وإدارة مستشفى بلد العام تم رفض مستشفى بلد بمولدات عدد 2 بطاقة إنتاجية ب 500 كي في، وبالتالي هذه الطاقة الإنتاجية ستسهم في رفض المؤسسة وتشغيل كافة المفاصل الهامة في المستشفى من الديلزة والرنين المغناطيسي والمفراس، بالتالي هي بشكل عام ومجمل ستزيد من الطاقة الخدمية التي تقدمها مستشفى بلد إلى مناطق وسكنة مناطق جنوب محافظة صلاح الدين. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية. أبدى مواطنون وصحفيون استياءهم من توقيت إجراءات دائرة كهرباء صلاح الدين بقطع التيار الكهربائي عن بيوتهم ومؤسساتهم على خلفية ديون متراكمة، مؤكدين عدم انذارهم بوقت مناسب أو اعتماد آلية لاستيفاء المبالغ مع مراعاة أوضاع المواطنين. وطالبوا مدير دائرة كهرباء صلاح الدين مراجعة هذا القرار الذي أصبح عبئاً إضافياً على حياتهم في بداية فصل الصيف، ملوحين بخيارات بديلة للفض هذه الطريقة في استيفاء الموارد العامة. استبعدت هيئة المساءلة والعدالة أسماء 226 شخصا من الترشيح للانتخابات النيابية بعد شمولهم بإجراءاتها، فيما ذكر مصدر مقرب من عضو مجلس النواب أحمد عبد الله الجبوري أبو مازن أنه سيعود إلى خوض التنافس الانتخابي بقرار قضائي. من جانبه دعا رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي إلى إبعاد ملف الاجتثاث عن الأجندات السياسية المغرضة والمصالح الشخصية، موضحا أن الاجتثاث ينبغي أن يكون بيد القضاء. أكد مستشار الأمن القومي قاسم العرجي خلال ترأسه اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن مواقع التواصل الاجتماعي مهمة لتبادل المعلومات وزيادة المعرفة، لافتا إلى أن بعضها استغل لغسل العقول وبث الأفكار المتطرفة التي تقوض السلم المجتمعي، مبينا أن الدولة تريد خلق التوازن بين حرية الفكر والحفاظ على المجتمع من السموم التي تظهر في هذه المواقع. وشدد العرجي على ضرورة مناهضة الأفكار المتطرفة ودعاة التفرقة وتتبع المواقع التي تروج لتلك الأفكار. دعا وزير الداخلية عثمان الغانمي إلى تقديم أفضل الخدمات الأمنية والإنسانية للمواطن العراقي، وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان له أن الغانمي ترأس اجتماعا ضم قادة الوزارة لمناقشة الأوضاع الأمنية بشكل عام وإجراءات القوات الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق البلاد. وأكد الغانمي خلال الاجتماع على تكثيف الجهود والعمل بما يخدم المصلحة العامة ووضع خدمة المواطنين في مقدمة عمل وخطط مفاصل الوزارة. أعلن وزير التربية علي حميد الدليمي اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية. وذكرت الوزارة في بيان أن موعد انتهاء العام الدراسي في الأول من شهر تموز القادم. وثمن الدليمي جهود الملكات التدريسية والتربوية وما بذله طلبتنا الأعزاء وأسرهم من أجل إنجاح العام الدراسي الحالي.
ردت وزارة المالية على تصريحات قالت أنها صدرت من جهة رسمية وغير رسمية بشأن صرف مستحقات هيئة الحماية الاجتماعية، موضحة أن مستحقات هذه الشريحة من أولوياتنا ولا صحة لتأخيرها. وقالت الوزارة في بيان لها أنها تولي اهتمامها وحرصها على تقديم كل أشكال الدعم اللازم لهذه الشريحة، وأن الوزارة ملتزمة بتنفيذ بنود قانون الموازنة العامة للدولة دون تلكؤ أو تأخير، داعية الجهات والمؤسسات كافة إلى مراعاة الدقة والموضوعية والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية. طمأنت وزارة الصحة العراقيين من خلو البلاد من سلالة دلتا الهندية حتى الآن، بينما تعمل على تسريع إنجاز مختبرات كشف سلالات كورونا في مدينة الطب. وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي أن هذه السلالة سريعة الانتشار وتسبب إصابات كثيرة وأن البلاد لم تمر بمرحلة كهذه، مشيرا إلى أنه بحسب البحوث الجارية فأن جميع اللقاحات تعمل بفعالية كبيرة ضد جميع السلالات، وأخذ جرعتين من اللقاح يوفر حماية قوية ضدها وقادرة على تقليل مخاطرها. حذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية من عدم استجابة الحكومة للمطالبات بإيقاف قرارها بإعادة أسر الدواعش من مخيم الهول السوري إلى الجدعة جنوبي محافظة نينوى، مشيرا إلى أن عودتهم تعني عودة العمليات الإرهابية إلى المحافظة وبقية المحافظات القريبة. وقال عضو اللجنة النائب نايف الشمري أن توقيت اتخاذ هذا القرار خطر خاصة وأن تداعياته ستكون كارثية على أبناء المحافظة، محذرا من عودة تلك الأسر التي ما زالت تحمل وتؤمن بالأفكار التكفيرية التي زرعها داعش في عقولهم، وأن عودتهم ستكون عودة جديدة لتهديد المحافظة من جديد فضلا عن تأثيرها في المحافظات القريبة. قالت خلية الإعلام الأمني أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في نينوى وبعمليات نوعية دقيقة من إلقاء القبض على 8 إرهابيين ينتمون لعصابات داعش في مناطق مختلفة من المحافظة، عمل جميعهم بمفارز أمنية ضمن ما يسمى قواطع نينوى ودجلة وصلاح الدين والجزيرة. كما أعلنت الخلية إلقاء مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على 6 إرهابيين بارزين مطلوبين للقضاء في محافظة كركوك. تتابعونا في نشرتنا بعد الفاصل. النائب الدهلكي يؤكد على دعم مجلس الخدمة العامة الاتحادي لتجنب الضغوطات وعدم تسييسه. مجلس وزراء إقليم كردستان يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة مسرور بارزاني وحضور نائبه قوبا الطالباني. المزارعون ومربو الدواجن في منطقة الطارمية يطالبون الحكومة تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم. الحزب الحاكم في الجزائر يفوز بالانتخابات التشريعية ونسبة الإقبال الأدنى تاريخياً. طائرات إسرائيلية تهاجم مجمعات عسكرية في قطاع غزة. قمة بايدن وبوتين في جنيف رهان على نزع فتيل التوترات. إصابة 36 جندياً جراء انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا كتيبة عسكرية شمالي كولومبيا. الرئيس كيم جونغ أون يحذر من الوضع الغذائي المتأزم بسبب كورونا. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس لجنة العمل والضمان الاجتماعي والهجرة والمهجرين البرلمانية النائب رعد الدهلكي الدعم لمجلس الخدمة المدنية ليكون المسؤول عن التوظيف في عموم البلاد، وبالاعتماد على النزاهة والكفاءة للحصول على تعيينات شفافة وخاصة في شريحة الشباب. وشدد الدهلكي على ضرورة توفير الحماية الأمنية للمجلس، وأشار إلى أن الموازنة القادمة ستحمل تعيينات حسب حركة الوزارات. يعني مجلس الخدمة المدنية مؤسسة مهمة جدا تعمل على سحب التعيينات من المزاج السياسي والضغوطات السياسية نحو مزاج المهني
كفو يعمل على توزيع الاختصاصات لكل حسب اختصاصه الحقيقي وليست حسب المزاج السياسي او الاقارب او الوساطة. لذلك نحن داعمين الى مجلس الخدمة الاتحادي وبنفس الوقت داعمين الى خطواته الشفافة النزيهة الواضحة للشباب لتعيينهم، وبنفس الوقت نرفض بان تكون هناك ضغوطات سياسية عليه ويعمل حسب المزاج السياسي. بعض الوزارات إذا ما كان فيها خصوصية في التعيين، يعني على سبيل المثال الجيش يحتاج إلى خصوصية، الأمن يحتاج إلى خصوصية، لكن نأمل بأن يكون كل التخصيصات أو التعيينات من خلاله، لكن بنفس الوقت على الحكومة أن توفر له الغطاء المهني والغطاء المالي والغطاء الأمني لعدم الضغط عليه وتسييسه باتجاه هذه الجهة السياسية أو تلك. عقد مجلس وزراء اقليم كردستان اجتماعه الدوري الاسبوعي برئاسه رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائبه قباد طالباني. وذكرت دائره الاعلام والمعلومات في بيان ان الاجتماع ركز على 4 ملفات، وعلى راسها عرض لنتائج الجوله التي قام بها مسرور بارزاني الى اوروبا والتي شملت بلجيكا واليونان، واخر المستجدات ازاء الحوارات مع وزارتي الماليه والنفط والمصرف العراقي للتجاره حول تنفيذ الماده 11 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، فضلا عن عرض نتائج الاجتماع الأخير للوفد المفاوض ببغداد، بالإضافة إلى مشروع قانون موازنة إقليم كردستان للسنة المالية الحالية. واختتم المجلس جلسته باستعراض ملف إعادة تنظيم دوام الدوائر الحكومية، حيث سبق أن تمت صياغة مسودة قرار بهذا الشأن من قبل الجهات المعنية. شكا المزارعون ومربو الدواجن في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد من تفشي مرض إنفلونزا الطيور الذي فتك بحقول الدواجن مسببا بخسارات فادحة لأصحابها. ودعا المربون الحكومة ورئيس الوزراء لتعويضهم عن الأضرار الناجمة، محملين وزارة الزراعة المسؤولية بسبب قلة الدعم ومطالبين تزويدهم باللقاحات والأعلاف لتجاوز المحنة بأقل الأضرار. هاي وحدة، هذا الإنفلونزا طيور الأجفاف اللي إجانا هسه ضرب العراق خلال 3 أشهر صار من طب العراق، لحد الآن ما لقينا له علاج ولا لقاح يخلصنا من عنده، وتسبب خسائر كبيرة للمربيين. يعني الناس بالعامية أقول لك انتهت، يعني صارت تحت الصفر. وصلت الحقل مالتي لقيت ما يقارب 1000 دجاجة خلال ساعة واحدة، 1000 دجاجة نفقت. هذه أذية كلش كبيرة من هذا الوباء اللي إجانا، لا إلى لقاح، يعني أصبحنا عمال. يعني اليوم البارح العامل يخابرني يدور يوميته، ما عندي أنطي، ما عندي، لأن هو بدأ الدجاج توا بدأ ينتج، بعدني ما بعت ولا كورتونة وبدأ مات. زين في هاي الحالة مين أسده؟ إحنا نريد الحكومة تدحق يعني على هالفقير، لأن إحنا تأذينا. هاي صار ثاني 4 سنين ما لحقنا نفك الديون اللي علينا، وبدت هاي الكارثه الثانيه. يجينا دكتور البيطري ممثل الزراعه من بغداد، يجي يشوف دجاج ميت، والله هذا انا الميت ما احس بالك، انا ما احس، بس الحي اشوف بعيني. زين انت تجيني اقدم اقترب اليوم الساعه 9 الصبح، ورا يومين ورا تجيني، تجي القاعه تلقاها كلها ميته، والله انا هذا ما احس به، احسب بس الطيب. وين العداله بالموضوع؟ يعني احنا كل واحد مطلوب له 400 مليون 300 مليون، منين نقدر نوفي ونسد الناس؟ يعني شنو شغلنا؟ احنا الفلاحه تدمرت، ودواجن تدمرت، اغنام تدمرت، ما ظل لنا فد مصير بهذا البلد نشتغل به. فاحنا نطلب المساعده ونطلب ان يعني ينتبهون علينا النواب والقيادات الموجوده ووزير الزراعة المحترم. احنا شوية من وقف الاستيراد خلانا مجال نشتغل. فازت جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم في الجزائر بالانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت السبت، وشهدت مقاطعة كبيرة إذ بلغت نسبة الإقبال على التصويت وفق الأرقام الرسمية 23% فقط،
في أدنى نسبة مشاركة في تاريخ البلاد. وكان الحراك الاحتجاجي وقسم من المعارضة دعوا إلى مقاطعة الانتخابات، وشكل فوز جبهة التحرير الوطني مفاجأة نظرا إلى التراجع الكبير الذي شهدته شعبيته بسبب ارتباطاته بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعه الحراك للاستقالة في 2019، على الرغم من أن هذا الحزب ما زال يتمتع بقاعدة قديمة وواسعة. وأظهرت النتائج الرسمية المؤقتة أنه على الرغم من فوز الجبهة إلا أنها سجلت تراجعا كبيرا على صعيد عدد المقاعد النيابية، إذ أنها خسرت 50 مقعدا وبات لديها أقل من ربع أعضاء المجلس الجدد. بالمقابل حاز حليفها التقليدي حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 57 مقعدا وحل رابعا. أما الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد حركة مجتمع السلم فحل ثالثا مع 64 مقعدا. أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته هاجمت مجمعات عسكرية في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع على جنوبي إسرائيل. وقال الجيش في بيان أنه مستعد لكافة السيناريوهات بما فيها تجدد القتال في مواجهة ما سماه استمرار الأعمال الإرهابية المنطلقة من غزة، وذلك بعد إطلاق بالونات حارقة من غزة. قالت إدارة الأطفاء الإسرائيلية أنها سببت نحو 20 حريقا في حقول مفتوحة قرب الحدود. وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت أن حكومته يجب أن لا تتسامح مع أطلاق البالونات الحارقة ولا بد أن ترد إذا أطلقت حماس صواريخ على إسرائيل. وقال شهود عيان أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت موقعين للتدريب تابعين لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أحدهما في مدينة خان يونس في جنوبي القطاع والآخر جنوبي مدينة غزة، في حين لم يبلغ في الحال عن وقوع إصابات. التقى الرئيسان الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف بقمة انتظرها الكثير من المراقبين بعد توترات وتصعيد بين البلدين استمر لأشهر. وناقشت القمة عدة ملفات منها الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة وباء فيروس كورونا ومحاربة الجريمة السيبرانية والتعاون الاقتصادي وتغيرات المناخ ومختلف النزاعات الإقليمية، بالإضافة إلى المسائل العالقة في العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن. أصيب 36 جنديا بكولومبيا جراء انفجار سيارتين مفخختين في هجوم استهدف كتيبة عسكرية بمنطقة سانتاندير الإدارية شمالي البلاد. جاء ذلك بحسب أنباء تنقلتها العديد من وسائل الإعلام المحلية. وفي بيان صادر عنه قال رئيس البلاد إيفان دوكي أنه أعطى التعليمات لوزير الدفاع دييغو مولانو لبدء تحقيق فوري حول الحادث. وبدوره نشر وزير الدفاع تغريدة على حسابه بموقع تويتر قال فيها: نحن في طريقنا الآن مع قادة الجيش إلى المنطقة من أجل معاينة الوضع هناك بعد وقوع الانفجار في اللواء 30. وذكر مسؤولون محليون أنه تم اعتقال شخص يعتقد أنه له صلة بالتفجير. ذكرت وسائل أعلام رسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون قال أن اقتصاد بلاده تحسن هذا العام، لكنه دعا لاتخاذ تدابير من أجل معالجة الوضع الغذائي المتأزم الناجم عن وباء فيروس كورونا والعصير التي ضربت البلاد العام الماضي. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم ترأس الجلسة العامة للجنة المركزية لحزب العمال الكوريين الحاكم لمراجعة التقدم الذي تحقق في السياسات العامة والإجراءات الدقيقة
الطريقة لحل المشكلات الاقتصادية. وحددت اللجنة أهدافا ومهاما لتحقيق خطتها الخمسية الجديدة التي وضعتها في دورتها السابقة في فبراير شباط، والتي تشمل زيادة إنتاج المواد الغذائية والمعادن. ونقلت الوكالة عن كيم قوله أن الاقتصاد بشكل عام تحسن في النصف الأول من العام الحالي، مع نمو إجمالي الناتج الصناعي إلى 25% مقارنة بالعام السابق. إلى تذكير بأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يستقبل رئيس الوزراء في تكريت ويؤكد على إنصاف ضحايا مجزرة سبايكر. الكاظمي يثمن دور عشائر صلاح الدين في مواجهة الإرهاب والحفاظ على السلم الأهلي، ويحمل المجرمين مسؤولية مجزرة سبايكر. الكاظمي يفتتح محطة سامراء الكهربائية ويؤكد أن المراقد الدينية خيمة لكل العراقيين. استياء في صلاح الدين من قطع الكهرباء عن المواطنين بسبب تراكم الديون. والانتخابات بين مطرقتي الاستبعاد وقبول طعون المرشحين. نشرتنا انتهت، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.